وبميزة جديدة مشابهة لميزة موجودة على تطبيق تيليجرام، أعلنت منصة واتساب رسمياً عن خاصية القنوات أو التشانلز، وهالقنوات رح تكون موجودة ضمن علامة تبويب جديدة اسم المستجدات. كيف بتختلف القناة عن المجموعة العادية؟ القناة بيكون فيها مشرف واحد أو أكثر هنن فقط يلي بيقدروا يرسلوا الرسائل، والمتابعين هنن فقط مستقبلين، بعكس المجموعة يلي بيكون فيها تفاعل بين جميع أعضائها، كما أنه أعضاء المجموعة بتكون محدودة جداً. بالرجوع للقنوات رح يوفر واتساب إمكانية البحث عن محتوى القنوات يلي بتهمك، إن كانت قناة للنادي الرياضي المفضل عندك أو منصة بتحب تضل على متابعة مستمرة لأخبارك.